احترم خصوصياتها. يا زوجة احترم خصوصيات زوجك. الزوج له خصوصيات ما تتعدين عليها. يا زوج احترم خصوصيات زوجك ما تتعدى على خصوصياتها. أحد الزعماء حينما سألوه قالوا ما سبب استمرار زواجك 50 سنة بدون مشاكل؟ قال لأني احترم خصوصياتها وتحترم خصوصياتها. الجوال، ويمكن هذا الكلام يزعل بعض الزوجات لكن هذا الحقيقة، الجوال جوال الزوج ملك للزوج ما يجوز تفتيشه. بعض النساء تحكها يدها إلين تفتح الجوال وتحاول فيه وتبحث 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 حتى تلقى مصيبتها، يعني تحفل عن مصيبتها. خلاص إذا الزوج زين ما شفت منه إلا كل خير ما يحتاج راح أبحث عنه. بعض الأزواج يبحث في جوال زوجته في أغراضها القديمة. ممكن كانت زوجة مراهقة مثلا، وكانت مثلا لها بعض الأمور اللي حدثت أيام المراهقة، فما يحتاج أن تفتح عليها جروح قديمة. خلاص انتهى. احترمي خصوصيات